احنا بنات خلال الفصل طبعا هذا احنا عندنا الكتاب اللي اسمه فيس تو فيس، صح؟ كتابنا فيس تو فيس. شغالين على كتابنا تو فيس، تمام؟ هاي الكتاب مظبوط، كلنا شريناه صح، واتفقنا قلنا في عنا اللي هو الكورس توصيف للمساق، كورس ديسكريبشن، وصفنا المساق وقلنا في عنا 5 يونتس صح، في عنا 5 وحدات، 5 وحدات مطلوبة، في عنا يونت 1 ويونت 2 هنشتغلها للميد تيرم للامتحان النصفي، تمام؟ بضل عنا اللي هو يونت 2 يونت 1 ويونت 2 اللي هي يونت 1 بمثابة يونت 2 لأنه إحنا يونت 1 محذوفة عنا صح؟ احنا شغالين على يونت 2، يعني 1 و 2 يعني 1 بالنسبة لنا يونت 2 صح؟ يونت 2 هي بمثابة يونت 3 مظبوط؟ و اللي هي عبارة عن خلينا نقول يونت 2 وهذه يونت 3، بتضل في عنا يونت 4 يونت 6 يونت 8، 3 وحدات هذول هنشتغلهم 3 يونتس للفاينل، هنشتغلهم للنهائي، تمام؟ بعدين في عنا اللي هو العلامات الماركس، العلامات وزعناهم قلنا هيكون في عندي 20 النشاطات الاكتيفيتيز صح مظبوط، وعلى الاتندنس الحضور النشاط وحضور نشاط. عندنا للنصفي 20 علامة اللي هو للميد تيرم، وفي عندنا 30 على مين يا بنات؟ النهائي صح؟ عفوا ل 50، هذه 30 وهذه 50 صح؟ 20 للنشاطات والحضور و 30 للنصفي والفاينال 50 مظبوط؟ كمان ايش ضل في عنا الآن؟ في عندي اللي هو في عنا حيكون في عنا أوفيس أورز، الساعات المكتبية، حيكون في عنا يومين إن شاء الله إلهم. إذن اتفقنا 5 وحدات حيكونوا معانا، 2 للنصفي و3 للنهائي، 20 للأكتيفيتيز و30 للنصفي و50 علامة للنهائي، كويس؟ طيب في بيريود نمبر 1 في الوحدة الأولى قلنا في عنا بتتكلم عن اللي هو طلعوا لي العنوان، ايش بنقول عنها؟ beginnings مظبوط؟ هنتكلم خليه لكم تكون يا كنتو. طيب يلا الكتاب اللي هو اسمه فيس تو فيس، هاي الكورس توصيف المساق، وقلنا الوحدات المطلوبة اليونتس.
تمام كده. open your box page 12 صفحة 12 هنلاقي التايتل العنوان مكتوب عندنا ايش؟ beginnings بدايات صح؟ خلاص بتاخذوه من بعض يا عمو معلش. انا كنت عامله هذا بس عشان ايش؟ على السريع للتذكير. Unit 2, the title is Look at the title. What's this? Beginnings. Beginnings. بدايات. And we have a subtitle في عندي في 2A. Starting Starting what? Small. Starting small. بدايات صغيرة. And if you have a quick look at the box على الجانب هام, please have a look. Have a look at the box on the right, الموجود على الرايت على اليمين. Who can read number one? Vocabulary. حنطلع الصندوق هذا بيعطينا الماب اللي احنا حنمشي عليها اللي بنقدر نتحرك من خلالها. حنشتغل على الفوكابولري. في عندي irregular verbs صح, وفي عندي بتكلم عن الباست تايم فريزز, عبارات تشير الى الزمن الماضي. ونكست في عندي اللي هو الجرامر الباست سيمبل, وبعدين في عندي الريفيو question words subject questions. في last period we began بدينا باللي هو الجرامر على السريع quickly. تكلمنا عن الماضي البسيط yes. تكلمنا عن الفورم تبعه, التكوين تبعه اللي هو عبارة عن second form of the verb, التصريف الثاني من الverb صح. لما قسمناه into two types, لنوعين, الregular والirregular right صح. وعرفنا كيف نعمل له negative وكيف نعمل له question, واللي هو وعرفنا الكي words الكلمات الدالة عليه تمام. شوفوا لي الجملة هذه وعملوا لي إلها rearrange, اعملوا لها إلها ترتيب إلها. Travel. My brother. Egypt. Two weeks traveled my brother Egypt 2 weeks ago. Who can rearrange this sentence? Yes, again please. My brother traveled to Egypt 2 weeks ago. Yes. My brother traveled to Egypt 2 weeks ago.
ايش رايك؟ كمان مره. My brother traveled to Egypt two weeks ago. كده تمام، right؟ كده صح. طيب هذه الجملة affirmative، positive، موجبة مش منفية، صح؟ مثبتة. بدنا نعملها نيجاتيف، بدنا نعمل إلها، بدنا ننفيها، بدنا نعملها نيجاتيف يا بنات. يس، برافو عليك، ثانك يو فيري ماتش. ماي برادر didn't travel to Egypt 2 weeks ago. تمام، مين تقول لي ايش سوينا؟ ايش عملنا؟ ايوه ايه، اه مظبوط الكلام. جبنا الفيرب المساعد الاوكسيلري اللي هو جبنا مين؟ didn't، عشان الفيرب كان في وين؟ في الباست، التصريف الثاني، صح؟ جبنا له مساعده من مين؟ من didn't، ورجعنا الفيرب الى اصله، اصله كان مين؟ كان ترافل. تمام. طيب لو بدي اعمل لبنات هذا الان نيجاتيف، بدي اعمل كويشن، اعمل سؤال، واحنا اخذنا انواع من الكويشن، صح؟ اخذنا اليس نو كويشن والدبليو اتش كويستشن، اخذنا منه، صح؟ بدي تعملوا لي اياه هذا اللي هو يس نو كويستشن، تسالوا لي، طبعا احنا عارفين كيف صياغه اللي هو اليس نو كويستشن. بنبدا بالفيرب المساعد، الفعل المساعد مباشره. وين المساعد اللي جبناها؟ يس ديد، هاي ديد. الان افضل نحول ماي براذر، بس هو المفروض كانت ماي براذر، ايش يصير للي قبالك؟ يور، نعم ديد يور افضل من Your brother travel ولا traveled؟ Yes. هذا إذن بنقول عنه هذا الانفينيتيف، المصدر، صح؟ To Egypt question mark and the answer، الجواب إذا كان yes، إيش ضميره؟ هي إذا لا no didn't. يس، كده تمام. الآن هذا يس نو كويستشن، بنقدر نسأل عن إيجيبت وتكون الأنسر إيجيبت؟ بنقدر نجاوب عن إيجيبت بإيش نسأل؟ هذا اسمه دبليو اتش كويستشن، صح؟ مظبوط. نسأل بوير، مين تسأل لي الآن للسؤال هذا بوير؟ وير ديد your brother travel 2 weeks. The answer is to اللي هو مين؟ to Egypt. تمام. بنقدر نسأل عن هذه لمين؟ للمكان. اسألوا لي للزمان، when يعني متى، صح؟ when did your brother travel to Egypt؟ الجواب is 2 weeks ago. متى؟ مظبوط. إذن للسؤال عن البليس where، للسؤال عن time، للسؤال عن الريزون why، صح؟ للسؤال عن السبب بواي، مظبوط. طيب بتضل نقطة بدي أذكركم فيها الآن، my uncle bought a car
last week. Who can read this sentence? Who can read this sentence? Yes. My uncle bought a car last week. تمام؟ My uncle is the subject. الفاعل. وبوت الفيرب. وأكار الأوبجكت. ولاست ويك الزمان. الزمن صح؟ الأدفيرب أوف تايم ظرف الزمان مظبوط ولا لا؟ هاي السبجكت، هاي الفيرب، هاي الأوبجكت، هاي الأدفيرب للمين؟ أدفيرب أوف بليس ظرف الزمان مظبوط ولا لا؟ طيب الآن لو طلبت منكم سؤال، نسأل سؤال ويكون الجواب my uncle هو. السؤال عن الفاعل العاقل، عن ال people، عن الناس العاقلة، نستخدم مين؟ هو. كيف نكتب هو يا بنات؟ W H O. تمام هو. الآن يا بنات لما اطلعنا على الفيرب كان في عندي بوت، واحنا متعودين كنا لما بدنا نسأل سؤال كنا نجيب له مساعدة من فيرب تو دو، صح؟ كنا نجيب له ديد. الآن لما نسأل عن السبجكت اللي بيكون نمبر 1 في الجملة رقم 1 بنعوزش له مساعدة، بس ما علينا إلا نعمل اللي هو ديليشن، نعمل ديليت لماي أنكل، نشيلها خالص ونسأل السؤال زي ما هو. هو كان أنسر، مين يعطيني الجواب؟ هو بوت، صح؟ إذا بصير هو بوت على طول. هو بوت a car last week. The answer is what? What's the answer of this question? Who bought? Who bought a car last week? My uncle. My uncle. من الشراء my uncle، صح؟ طيب لو بدي أسأل بنات على كلمة أكار الأوبجكت، غير عاقل، مين إيش نستخدم يا بنات؟ أيوة إيش قلتي؟ وات نستخدم وات، شو اللي جاب؟ شو اللي شراه؟ صح؟ نستخدم إيش؟ وات شو؟ ماذا؟ مضمون؟ وات الآن بلزمني مساعدة يا بنات. إذن لما نسأل عن السبجكت نسأل عن السبجكت اللي بيكون في أول الجملة مش عايزين مساعدة، لما نسأل عن اللي جوا الجملة اللي بيكون الأوبجكت بدنا فعل مساعد. إذن الآن مش هنعوز مساعد. كيف؟ عفوا هنعوز مساعد الآن. What did؟ مين هو؟ إيش بنقول؟ إيش من your uncle، صح؟ What did your uncle؟ الحين بنرجع بوت لمين؟ إيش أصلها؟ by last. The answer is a car. تمام. إذن بدي كمان مرة بنات نعمل اللي هو كمان مرة للتذكير. إيش بتقول النوت الملاحظة يا بنات؟ لما بنسأل عن السبجكت اللي بيكون قاعد في أول الجملة، تمام؟ بنستخدم بس الأداة نفسها بدون مساعدة من أي فيرب تاني، إلا غير بس الفيرب نفسه نزلنا، مش عايزين فعل مساعد نجيب لا دو ولا داز ولا ديد، تمام؟ بس شلنا اللي هو ماي أنكل وسألنا ونزلنا اللي هو بوت وخلاص. إذا ما ينفع نقول هو ديد باي؟ لا مش عايزين. إذا ليش؟ لأنه سألنا عن مين؟ على السبجكت اللي بيكون قاعد نمبر مين؟ نمبر 1 في الجملة، تمام؟ إذا سألتي عن رقم 1 اللي في أول الجملة بس ما عليك إلا تحذفيه تشيليه ونزل السؤال زي ما هو. لكن إذا سألت عن اللي جوا منه اللي في الخلف اللي بيكون رقمه 3 أو رقمه 4 أو 5 بجيب مساعدة. هاي جبنا مين يا بنات؟ جبنا ديد عشان خاطر الفيرب كان في نية التصريف في التصريف الثاني، صح؟ فهمناها؟ طيب اكتبوا الجملة هذه عندكم يا بنات. Please write this sentence in your notebook. في دفترك وسجلوها وتكتبوها الجملة. شوف تعملوا ليها بنات، تعملوا لي إلها اللي هو نيجاتيف مرة، نعمل نيجاتيف إلها ونعمل question. My friend
my friend. Sent. Sent. What does it mean, sent? أرسل. S-E-N-T. التصريف الأول إيش يا بنات؟ send S-E-N-D. هذاك الأول، هذاك الأصلي. إحنا بدنا التصريف الثاني، إحنا بنتكلم عن مين؟ على التصريف الثاني. My، قلنا إيش؟ my friend. sent. أرسل لي. sent إيش بنقول يا بنات؟ أرسل لي. sent me. أيش؟ a message. Who can read the sentence again? My friend sent me. Please speak up. علي صوتك أعلى شوية. كمان أيوة. My friend sent me a message. Yes. My friend sent me a message. بدي تعلي لي صوتك، تخلي لي صوتك فوق واضح. My friend sent me a message. برافو عليك. Yes. Next. My friend sent me a message. Yes. Next. إيش اسمك أنت يا عمو؟ عبير إيش؟ يلا عبير علي صوتك يا عمو. أيوة. My friend sent me a message. Yes. My friend sent me a message. My friend sent me. أرسل لي a message. آه. My friend sent me a message. نعم. Yes. My friend sent me a message. تمام. كويس. الآن الجملة هذه بدنا نعملها نيجاتيف. نعملها نيجاتيف بنات. بدنا ننفيها. تمام. كيف حيصير؟ تقدري؟ يلا. أيوة. بدنا إيش بدك تسوي أنت؟ بدك تعملي نيجاتيف. بدنا ننفيها. وين نحط didn't الآن؟ بعد sent me نحط didn't ولا على طول بعد my friend؟ my friend على طول بعديها. my friend didn't send me a message. تمام كده صح؟ بنفع نخلي بنات sent نخليها sent هنا؟ ليش؟ لأنه في حالة النفي بنرجع الفعل لأصله. تمام. الأصلي الانفينيتيف. كويس. الآن إذا بدي أسأل عن my friend، مين اللي أرسل لي؟ صح؟ هو. حنحط هو. انسد ديد مدام أنت. مش محتاج الفعل. لما بدي أسأل عن الفاعل هذا صح؟ هو sent. عيدها. لا ايش بدك تقولي؟ هذا ضمير، ضمير هذا ضمير يا بنات اللي هو الاوبجكت، ضمير المفعول، مش يور ضمير الملكيه. ارسل لي ايش بدها تصير زي ما قلت ايش؟ يو. هو sent. مين يو؟ هو sent يو a message. بيطلع مين؟ my friend. كمان مرة شلنا الماي فريند ونزلنا السنت زي ما هي وحولنا بس المي بس لكلمة ليو. ما لعبناش احنا في البارت اوف سبيتش، ما لعبناش في جزء الكلام، بس غيرنا بس المي لمين؟ لليو. خلاص. كويشن مارك. تمام صح. لو قلنا ماي فريند حجاوب إجابة كاملة مظبوط. my friend sent me. طب لو بدي اختصرها بدل ما أقول my friend sent me، إيش كيف أعملها اللي هو short أقصر؟ my friend إيش؟ حجيب مساعدة وأقول إيش؟ لو أجاوب أقول my friend sent me صح؟ هذا جواب صحيح. sent me. لو قلت كمان ممكن أقول my friend في حاجة صغيرة بس هنا بس بدي إياها فيرب صغير عشان يسد عن كل الكلام هذا،
لا انت سالب مين؟ هيو اللي جبت سالتي فيه. استخدمي ليش استخدمي دو؟ استخدمي مين؟ استخدمي ايش؟ الفيرب المساعد اللي في الماضي، لانه الجمله في الماضي. ماي فريند ديد، هو اللي فعل، هو اللي سوى. ماي فريند ديد، هو سنت يو ا مسج، ماي فريند ديد. خلاص بدل ما تقولي لي ماي فريند سنت مي ا مسج، ماي فريند ديد، بتسد وتغطي بزياده كمان. نطلع بخلاصه يا بنات، انه احنا لما نسال عن السبجكت مش عايزين فعل مساعد، لما نسال عن الاشياء اللي جوا بنعوز. لو كان الباص كان الفيرب في الباص، اي فعل بتجيبوه اللي هو مين الفعل المساعد اللي بتنقوه؟ ديد. شغلنا عدد، لما بدنا فيه بصير ريدنت، وبرجع الفيرب لاصله مزبوط للانفينيتيف. تمام؟ طيب ممتاز كده. حد بيسالني اي سؤال في يا بنات في نفي الباص او السؤال عنه؟ كويس كده. هي بلايد تنس يا بنات، كيف ننفيها؟ هي بلايد، هي ديدنت بلاي، صح؟ بدل ما نقول هي بلايد، هي ديدنت بلاي، بنرجعه لاصله. الان في الترويسه كمان مره يا بنات، قلنا في عندنا البيجنينجز وفي ستارتنج سمول، صح؟ اللي هو بدايه صغيره. واتس ذا اوبوزيت؟ ايش الاوبوزيت من اللي هو سمول؟ بيج او هيوج او لارج، صح؟ مزبوط ولا لا؟ اللي هو سمول. اذا خلصنا من كده، عايزين حاجه منه بنات هنا؟ ايه لتحت، خلوه. Let's go back. خلينا نرجع تاني باك يا بنات للتايتل اللي بتكلم عن البيجنينجز، وفي عنا سب تايتل عنوان جانبي اللي هو starting small، يبدأ أو بدأ صغيرا. وقلنا small الأوبوزيت تبعها big أو huge أو large. والمينينج تبع small، معنى سمول زي ايش ممكن مع المينينج تبعها؟ لا هيوج هذا الاوبوزيت، يانج صغير. ممكن نستخدم يا بنات كلمه ليتل قليل او صغير، ليتل صغير، صح؟ وممكن كمان نستخدم يا بنات تي اي ان واي، تيني او تايني يا بنات، اللي هو ايش معنى هذه؟ صغير، زي كلمه مين؟ زي كلمه tiny little، صغير زي كلمة مين؟ زي كلمة small. الآن خلينا نتحرك ونروح على reading تبع اللي هو unit number 2. Who can say the title of this reading? How fast food
بيجان. تمام؟ بيجان هذا نمبر 2 بنات، صح؟ التصريف الاول منها ايه؟ التصريف الاول منها ايش؟ بيجان. في سينونيم الى، في لها بديل عنها، معنى ثاني سينونيم لا 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 بيجن، في يبدا ستارت. تمام، براو عليك، ستارت ستارت يبدا، مظبوط. ستارت زي بيجن. لو واحد قال لي واتس ذا ديفرنس، ايش الفرق بين بيجن وستارت؟ واحد ريجولر وواحد ايريجولر. هذا ايش تصريفه الثاني؟ بيجن بيجان. هيا بيجن بيجان. اما ستارت ستارتد، ستارت ستارتد منتظم، بحث حطينا اللي هو مين؟ الاي دي. كويس، ما نام بدنا نتكلم about how fast food began. إذن بدنا نتكلم عن شغلة أو أشياء حدثت في وين يا بنات؟ في الباست، في الماضي. تمام، في عندي كمان عنوان تحت زمان، هايو نقلوني يا زمان. زمان behind KFC، وهذا اختصار، هذا abbreviation، اختصار لشيء معين، لوجبة. تمام، KFC. ايش ترجمة العنوان يا بنات؟ The man behind KFC. هذا ايش behind؟ الرجل اللي خلف اللي هو وجبة الكنتاكي. The man behind، خلف، اللي وراء، behind وراء أو خلف. تمام، look at the first line، اطلعوا لي على السطر الأول يا بنات في الباراجراف الأول. Who is going to read؟ هارلاند، هارلاند ساندرز was born in the USA in 1890 but his childhood wasn't a happy one. تابعين معايا يا بنات؟ متابعين؟ Who is going to read the first again, the first line again؟ مين تقرا يا بنات كمان مره again؟ هارلاند. Yes. Yes. So his childhood wasn't a happy one. طفولته لم تكن ايش يا بنات؟ لم تكن سعيدة. لو سألنا سؤال when was Harland born؟ when was Harland born؟ Yes. 18 when عن الزمان، لكن قلنا where؟ حتجاوبوا لي يا بنات USA. Yes. His childhood was، كانت sad، كانت طفولته حزينة. True ولا false؟ True، صح؟ His childhood was، كانت اللي هو wasn't a happy one، يعني كانت طفولته لم تكن سعيدة. لو حطينا مطرح كلمة اللي هو wasn't happy، حطينا ساد، بتطلع معنا ترو ولا فولس؟ تطلع ترو، لأنه wasn't happy، لم تكن سعيدة. حطينا كلمة ساد، ما هي ساد؟ معناتها حزين، صح؟ تطلع ترو، نفس المعنى. طب لو حطينا في ترو، حطينا في ترو والفولس، حطينا his childhood was unhappy، برضو ترو. unhappy عكسها برضو كمان، نفيناها بمين؟ بيو أن، صح؟ بأن، unhappy، مظبوط؟ wasn't a happy one. His father، نشوف ليش، why his father died when he was only six.
عمره 6 سنوات. اذا لو قلنا هارلاند was born in 1890, right? 1890, صح؟ His father died لما كان عمره 6. قديش إذا قديش بكون في أي تاريخ في أي عام مات لما 1896. إذا لو قلنا في true or false his father died in 1896 true ولا false؟ true. حسبنا 6 سنوات على تاريخ ميلاده طلع 1896 صح؟ إذا هذه true ولا false؟ عرفنا الآن هو كان عمره 6 سنوات لما توفى والده. انولد في عام 1890 ضفنا 6 سنوات طلع 1896. إذا لو قلنا his father died in 1896 بطلع true ولا false؟ بطلع true لأنه حسبنا 6 سنوات على تاريخ ميلاده طلع فعلا والده متوفي في 96 right؟ صح؟ طيب إذن the first number one his childhood wasn't a happy one because his father died لما كان عمره 6 years 6 سنوات صح؟ طيب so his mother needed to find a job. بتحتاج بدها مين؟ بدها عمل بدها شغل عشان تعيل الأسرة. She went to work. راحت تشتغل وين؟ She went to work in a shirt factory في مصنع لعمل لخياطة القمصان. And Harland stayed at home. مكث وين؟ وكث في البيت. To look after his younger brother عشان يهتم ويعتني بأخته وأخوه الأصغر منه. So Harland was the youngest ولا the oldest. كان الأكبر ولا الأصغر؟ The oldest عكس كلمة مين؟ كلمة younger صح؟ older than عكس اللي هو مين younger. إذن Harland كان الأولدر أكبر شخص في طبعا في مين؟ في الأسرة. وفي أصغر منه اللي هو brother and sister. إذن لو حكينا true or false Harland had two brothers بتطلع true ولا false؟ false. brother and sister أخ وأخت صح؟ that was لإيش؟ that was when he first learned to cook. هذا إيش يا بنات؟ أول مرحلة اتعلم فيها الطهي لأنه كان عمره 6 years 6 سنوات. His mother left him تركته to work. He stayed at home ضلوا قاعد في البيت عشان to look after his younger brother and sister أخوه وأخته الأصغر منه تمام. إذن 6 سنوات أو لما كان عمره 6 سنوات اضطر اللي هو to look after his younger brother and sister فاضطر أو صار يتعلم اللي هو learn to cook يطهو مظبوط. إذن الأولدست أكبر شخص في اللي ينقر الأصغر منه صح؟ إذن في الجزئية الأولى عرفنا إنه اللي هو his childhood wasn't a happy one لم تكن سعيدة. His father died when he was 6 لما كان عمره 6 سنوات. His mother went to find a job عشان تروح تلاقي لها وظيفة تمام. He stayed at home ضلوا قاعد في وين؟ في البيت عشان to look after عشان يعتني اللي هو مين؟ بأخوه أو أخته الأصغر منه. Yes he left home when he was 12 لما كان عمره كام يا بنات؟ 12 الآن صح؟ ترك المنزل لما كان عمره 12 سنة مظبوط. يعني كان قاعد في البيت يهتم بإخوته قديش تقريبا؟ 6 سنوات كان عمره 6.
لو حسبنا بنات اللي هو هنا حطينا كمان 12 حطينا كمان تمام بنات بكون قديش التاريخ لما هو left home left home ترك المنزل بكون 1900 وقديش بنات 2 حسبنا 12 مزبوط صح بنات حسبنا 12 كان عمره بكون التاريخ 1902 صح ولا لا كان عمره أو كان في تاريخ 1902 مزبوط يا بنات and worked راح يشتغل لما كان عمره 12 راح يشتغل on a nearby اللي هو ايش farm في مزرعة بالقرب منهم after that he had a lot of different jobs صار في عنده وظائف مالها بنات مختلفة وين كلمة مختلفة different والعكس تبعها similar صح وممكن different تستخدم له كلمة various متنوع أو كلمة several عديد أو متعدد أو كلمة many مظبوط different jobs and in 1930 he became a service station manager صار المدير في محطة لتقديم الخدمات وين كلمة مدير يا بنات مانجر صح مانجر اللي هو ايش مدير 1930 في 1930 يا بنات صار المانجر مانجر 19 كان عمره يا بنات كان عمره قديش يا بنات هاو اول قديش كان عمره بنات كان عمره في 1930 لو حطينا هنا بنات لو حطينا هان على هذا قديش كان بالضبط لما كان المانجر لما صار مانجر ايه 40 40 كان عمره كان عمره قديش بنات الايج تبعه كان عمره 40 صح كان عمره اذا هارلاند واز او بيكيم a manager when he was 40 لما كان عمره 40 نحطها طبعا ايش يا بنات بنحطها true صح he was 40 كان عمره 40 when he was or when he became a manager the manager of اللي هو the manager a service station manager in Corbin في ولاية Corbin في منطقة Corbin في منطقة كنتاكي وسمى الوجبة على اسم المنطقة اللي هو كان بسكن فيها He started cooking meals صار يطبخ إيش يا بنات What does it mean meals غير كلمة meat meat هذيك إشي تاني meat لحمة هذه meals بيقدم meals وجبات بقدم وجبات صح ميلز لمين فور هانجري ترافيلرز هانجري للناس الجعانة للناس الجعانين للمسافرين لما بكونهم في محطة طبعا بيجوا ناس جوعانين هانجري ترافيلرز هو stopped at the service station and soon people came only for the food صارت الناس فقط تيجي بس لمين للطعام تتناول الطعام and soon people Harland moved ثم then he moved انتقل to a 142 seat restaurant انتقل لمطعم مكون من كام يا بنات 140 مقعد تمام across the street where he could serve بيقدر يخدم all his customers مين الكاستمرز الزبائن زبائنه over the next 9 years he developed the secret chicken recipe وصفته
over the 9 years. الآن كان عمره الآن 40، الآن بعديها 49 بكون عمره. تمام، أخذت منه قديش استغرقت؟ how long يا بنات استغرقت منه؟ اللي هو 9 years، 9 سنوات عشان يطور اللي هو الوصفة تاعت اللي هو التشيكن that made him famous، اللي خلته مشهور. Can you give me a synonym؟ تقدروا تعطيني مرادف synonym ل famous؟ مشهور كلمة بديلة عنها معنى تبدأ بحرف W. well known. Thank you. Well known، معروف، مشهور، famous أو popular، مشهور أو شعبي، صح؟ famous، مشهور، well known. So in paragraph number 2 we came to know، تعرفنا that إنه هارلاند became the manager، أصبح the manager when he was 40، لما كان عمره 40، right؟ Then he developed the restaurant، طور المكان ل 142، والآن it took him، أخذت منه 9 years to develop the recipe، the secret chicken recipe. Then let's move to the coming، اللي بعديها نطلع على اللي بعديها. In the early 1950s، في الخمسينات، he closed the restaurant، أغلق اللي هو مين؟ المطعم. And decided to sell his recipe to other business، قرر يبيع الوصفة تاعته لأعمال أخرى، لشركات أخرى أو لأعمال أخرى. تمام؟ The first official Kentucky Fried Chicken restaurant didn't open until August 1952. يعني أول مطعم إيش يا بنات؟ بشكل رسمي لم يفتتح إلا في عام 1952. تمام؟ أوغست، شهر قديش أوغست يا بنات؟ 8. طيب، by 1964، بحلول عام 1964، there were more than 600 KFCs in North America، أصبح في 600 مطعم في الشمال. What's the opposite of North؟ Yes، الopposite، العكس للنورث، تبدأ بحرف الأس. South، North، South، South الجنوب، right؟ ونورث الشمال. That year Sanders sold the company، باع الشركة. وين باع في الجملة هذه؟ Sold، صح؟ Sold the company for $2 million. But he continued to work as KFC public spokesman. لكن ضل هو المتحدث الرسمي للشركة. And visited restaurants all over the world. وزار مطاعم في كل أنحاء العالم. He traveled، طبعاً مسافة miles every year، until he died in 1980. Aged، كان عمره كام يا بنات؟ 90. Aged، كان يبلغ من العمر 90 عاما، صح؟ 6 years later
بعدها بكم سنة بنات؟ 6 سنوات. بيبسيكو، شركة بيبسيكو بوت كي اف سي فور 840 مليون. تمام؟ اذا هو بوت، مين اللي شرى اللي هو كي اف سي؟ بيبسيكو. بيبسيكو بوت كي اف سي. There are now KFC restaurants in more than 880 countries. أصبح الآن أكثر من 80 دولة، طبعا مطعم في أكثر من 80 دولة. And they sell 2.5 billion chicken dinners. أي وجبة dinners بنات؟ العشاء. Every year, and the recipe والوصفة is still a secret، وما زالت الوصفة سرية، ما حدش بيعرف اللي هو بالوصفة إلا غير هو اللي مات، وطبعا والشركة اللي اشترت منه الوصفة. نعم، مطاعم يعني في أكثر من 80 دولة. بنات، go to question number B. رحوا لي يا بنات على B. بنات على B اللي على الطرف، اللي على الطرف هان. في عندي A، من A ل F صح؟ try to read the question one by one، واحد تلو الآخر عشان نعمل له answering إجابات. ايش معنى السؤال؟ لماذا تعلم الطبخ عندما كان طفلا؟ نعم، لماذا تعلم الطهي؟ Why did Harland Sanders learn to cook when he was a child؟ لماذا تعلم الطهي عندما كان طفلا؟ Because at home after. مش واضح الإجابة. انت لقطة الكذا بس مش واضحة 100%. Because what? His mother or his father died. Right? Because his father died. And his mother left home. تركت البيت. And he stayed at home to look after his younger brother and sister. تمام؟ كمان مرة بنات. Yes. Why? Yes. يلا احكي. شوف السؤال كمان مرة، اقرأي السؤال. من عند why. Learn to cook. A child. ايش معناته السؤال اصلا كان؟ لماذا تعلم الطهي عندما كان طفلا؟ Yes. كانوا طبعا في البيت. Because he stayed at home to look after his younger brother and sister. ضل في البيت عشان يهتم بأخته وأخوه الأصغر منه. تمام. لو قلت لي his father died، لأن والده مات when he was six، كان عمره 6 سنوات صح؟ His mother went to find a job. امه راحت تشتغل تلاقي لها شغلانه، مزبوط؟ اذا اكثر من جواب. شوفوا لي نمبر بي. Who can read number B? How long did it take him to develop his secret chicken recipe؟ كم استغرقت منه لتطوير الوصفة تاعت الطبيخ تاعت اللي هو الأكلة تاعته؟ 9 years. 9 سنوات. Right. Number C. When did the first official KFC restaurant open؟ متى أول مطعم بشكل رسمي افتتح؟ August 1952. Right. صح.
موجود عندنا اللي هو في الباراجراف الثالث didn't open until August 1952. When how old was Harland Sanders when he sold the company? كم كان عمره لما he sold the company؟ كديش كان عمره لما باع؟ نعم كم؟ 74 74 كان عمره 74. كان لو قلنا 1964 كان بكون من تاريخ ميلاده كان بكون قديش بكون عمره لما نباع الكمباني؟ بكون 74 74 صح؟ كان في 1964 باعها وبيطلع 74. What happened in 1980s؟ ايش صار معاه في 1980؟ He died مات صح؟ He died توفى. Who bought KFC in 1986؟ بيبسيكو. مين اللي اشترى اللي هو ال KFC in 1986؟ بيبسيكو. تمام.